لا انت راح تكوني امي. لكن تقبرني، وانت راح تكون ابني؟ يعني راح تحكي لي حكاية الشاطر حسن؟ طبعا حكاية الشاطر حسن ومية حكاية غيرها. يا سلام يا بيشي، بحبها لماما ضحى. لك انت شو قصتك ما عم تخليني فوت لعندك لجوا ادور على الذهبات معك؟ فهميني ولا ايه؟ انا ليش جوزت هيك؟ مو مشان تلاقي الذهبات؟ انت متاكد انه عنده ذهب؟ ولك ايه متاكد؟ هذا مو بس عنده ذهب، ولك هذا نايم على خميره من الذهب. يا بنت العالم والناس فهمتك ألف مره انه مرته ولدت من اهل كوش الذهب قبل ما تندفس وتموت هي الثانية. خلص معناتها رح أعمل كل جهدي ولاقيهم. الشغلة مو بلا ملها، بدك تلاقيهم يعني بدك تلاقيهم. حاضر أخي، يلا روح بسرعة هلأ وقت جيتو. رايح، بس أوعك تفكري إني رح أترك القصة. الله معك. يا موح، إيه الحكاية؟ تكرم عينك تقبرني، بس لجهز الغداء. الله يوفقك، بس حكاية وحدة. حبيبي اذا ما لحقنا الغدا لبين ما يجي ابوك بعدين بيزعل. بيهون عليك زعله؟ لا ما بدي اياه يزعل. معناتها الحقني على المطبخ لنجهز الغدا انا وياك. يلا يا ما، انا بحبك كثير. تقبرني، وانا كثير بحبك يا ما. ولانك شاطر وابضاي انا بدي العب معك لعبه كثير حلوه. ايه لعبه التخبايه، يعني انا بخبي غراض وانت بتدور عليه، واذا لقيته انت بتربح. موافق. طيب يا بطل، فينك تتذكر ابوك وين مخبي الذهبات؟ اي ذهبات يا امو؟ ذهبات امك، في غيره؟ ما بعرف والله، ما شفت شيء. حبيبي اذا بتقلي ابوك وين مخبي الذهبات رح احكي لك حكايه الشاطر حسن. والله ما بعرف يا امو. هذا شكله عن جد ما بيعرف. الله يوفقك يا امو، احكي لي حكايه الشاطر حسن. تكرم عينك يا مو، المسا بحكي لك اياها قبل ما تنام. لا هلا. طيب بعيوني التنتين، بس وين بوستي؟ كان يا مكان بقديم الزمان، كان في شاب حلو مثلك اسمه الشاطر حسن. هذا الشاطر حسن كان كل يوم يروح على السوق ويجيب لأمه نظرة. كل يوم يلا يلا. يعطيك العافية ابن عمي. لك الله يعافيكي ويخلي لي اياكي. عنك. شو ريحة الطبخة الحلوة هاي؟ ان شاء الله يعجبك طبخي. كل شيء من ايديكي بيعجبني. تسلم لي. وينه زوين؟ جبت له اغراضه؟ نام وانا عم بحكي له الحكاية. لك ربي يحن عليك. ربي يحن عليك. مثل ما عم تحني على ابني. لا يا ابن عمي. ابنك هو ابني. هذا الغالي ابن الغالي. هاي الهدية لك. تسلم لي يا تاج راسي، تعيش وتجيب لي يا رب. يلا فوت غير ثيابك وغسل وانا رايحة اجهز الغداء. يلا يلا يلا. اخي بدك تطول بالك علي شوي. شبنا اختي، لك بالحساب اكثر من شهرين تجوزتي ولهلا ما كنتي تعرفي تلاقي الذهبات. الله وكيلك يا اخي، ما خليت مكان بالبيت وما دورت فيه وما كنت لاقيهم. اي وين بدهم يروحوا؟ كبرت صغرت طولت قصرت هن بالبيت، بس انت ما عم تدور منيح، مبرده دمك. لا انا دورت كثير منيح، على كل الاحوال هلا برجع بدور، بس يعني اعطيني شويه وقت. قديش يعني؟ شهرين ثانيات؟ ما بعرف. بعدين انت ولك اختي ليش ما عم تشوفيني برزقها؟ ولا عم ترضي تشوفيني على باب البيت؟ لا تكوني عم تتهربي مني. أخي مشان الله تركني بحالي. لك شو عم بسمع؟ أتركك بحالك؟ إيه بوس إيدك تتركني بحالي. أنا ما عندي استعداد أخرب بيتي مشانك ومشان الذهبات. أبو زهير وابنه هن عيلتي هلا، وما بدي أغدر فيهم. إيوه بس نحن ما اتفقنا هيك لما جوزتك يا. كان هيك الاتفاق، وهلا أنا ما بقى بدي. أيوه أعطيني من الآخر شو بفهم؟ أخي انسى الذهب، وأنا بعطيك مصاري مشان تستكري دكان وتشتغل فيه.
ولك لا تكوني مفكرتيني شحاد وعم بشحد منك. هدول الذهبات صاروا حقي. حقي وعارف كيف جيبه. شو ناوي تساوي اخي؟ انا اختك بيهون عليك فيني؟ انت اللي هان عليك فيني. تواجهه. لي شو بدي اعمل هالمجنون؟ قولي على حظك يا ضحى. يستر. بدك شي جيب لك شي معي؟ بدي سلامتك يا تاج راسي. زهور ما بدي اوصيك ها؟ لا يا ابي ما راح اسبق. السلام عليكم. وعليكم السلام هوني الله معك. الله يحميك ويبعد عنا كل هاد الحرام يا رب. شو ياما؟ شو تقبرني؟ ما بدك تحكي لي قصة؟ بدي احكي لك احلى حكاية بس لخلص شغل البيت بالاول، اتفقنا؟ اتفقنا، وانا رح ساعدك. يي قبرني ابني الغالي، يلا. ولك ولك انت بتعرفي لو كندرتي ولك ما كنت صرتي هون ولك انت شفتي هالنعيم. اطلع لبرا احسن ما صرت اخلم معك. شو بدك؟ هاسي شو بدك؟ بدي ذهبات. قلت لك انه دورت عليهم وما لقيتهم، خلص لحاتم. اقسم بالله العظيم بتبعك. لك يم ايدك عني. يم ايدك. تعال تقبرني تعال. هذا الولد بده يضل أماني لحتى تجيبي الذهبات. حاتم اترك الولد من ايدك، هذا ما دخله. عم اقول لك أماني حاتم، اللي عم تفكر فيه مو صاحب نوب. ابوه رح يدور عليه واكيد رح يلاقيه، وانت رح تقضي حياتك بالحبس. حاتم حاتم عم اقول لك اتركه. يا لولا ولد، يا لولا يا لولا. تعال طري هيك، تعال طري ولا تعال طري ولا بشوف. فوتي لجوا، خدي الولد فوتي لجوا. لا يا ابو زهير القصه كلها خلص وقف ولا حرف. كنت مفكر انه الخطه تبعك رح تنجح يا حقير ها؟ اصلا اختك حكت لي عن كل الخطه تبعك، واجا الوقت لحتى حاسبك يا كلب يا نذل. خدوه خدوه لعند العقيد خليه يحاسبه. هلا بك هلا بك هلا بك حيوان. صاري ما بدا فضايح يستر عرضة. يا ابي كان راح يذبح امي. لا تخاف حبيبي لا تخاف، خلصنا منه. وين؟ ماني عرفانه وين بدي ودي وشي منك. انت مالك ذنب، اخوك طلع واطي وحقير، بس انتي ما في منك بالدنيا. هذا البيت بيتك وما بتطلعي منه. الله يخلي لي اياك يا تاج راسي. كأنه جانا ما هي. شو عملتي لنا اكل؟ نص ساعة بيكون الغدا جاهز. تقدر